الأهالي، لقد قتل حاكمنا يوربوبولوس ليلة البارحة. ماذا قتل؟ من قتله؟ ادعوا الرب أن يأخذه إلى جنته. آمين آمين آمين. وقاتلوا سيدنا الحاكم من الكاي ابن السيد أرطغرل المحارب عثمان. إن قاتل حاكمنا هو السيد عثمان، ونحن نعلم أن ذلك القاتل في قلعتنا. كل من يمد له يد المساعدة سيخسر حياته هو وعائلته. قتل حاكمنا السيد يوربوبولوس. سائق العربة، فيها زيت وزيتون. جيد، هيا افتحها لننظر. سيتعرض للشمس، بضاعتي سوف تتلف. إنه زيت وزيتون. لا تطل، سوف أجوع بسبب شكك. قلت لك افتح. لدي أولاد، أرجوك ساعدني، سيبقون جياعا. هيا دع، لن نجد عثمان ذلك في برميل زيت وزيتون. هيا تحرك أيها الرجل، ليحفظك الرب لأولادك. افتح الباب. الحمد لله، انتصرنا عليها. قرب الكنيسة سيدي، فلنأتي معك. لقد انتهت مهمتكم، سأدخل لوحدي. نلتقي في دكان النجار. بأمرك سيدي.